السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم يا أصدقائي في قناة My Arabic Journey with Muhammad. Today's video إن شاء الله about أيام الأسبوع weekdays أيام الأسبوع. In this video you will learn إن شاء الله days of the week, numbers from 1 to 10, conjugation of present tense verb أقرأ with first person pronoun I and we, a few verbs in the present tense, past tense, and their masdar verbal nouns. Let's start. أيام الأسبوع weekdays أيام الأسبوع. نحن نذهب إلى المدرسة 5 أيام في الأسبوع. نحن نذهب إلى المدرسة 5 أيام في الأسبوع. يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء. يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء. نقرأ ونكتب ونرسم ونلعب. ويوم الخميس والجمعة عطلة أسبوعية. نزور الأقارب والأصدقاء. نحل الواجبات المدرسية وننظم أعمالنا كل يوم. نحن نذهب إلى المدرسة. We go to school. نحن نذهب إلى المدرسة 5 أيام. 5 days. 5 أيام في الأسبوع. In the week. نحن نذهب إلى المدرسة 5 أيام في الأسبوع. نحن نذهب إلى المدرسة. We go to school. We will make sentence using the same construction with different places. Let's see. نحن نذهب إلى. We go to الحديقة. نحن نذهب إلى الحديقة. The garden. Another place. نحن نذهب إلى البنك. The bank. نحن نذهب إلى الجامعة. الجامعة. The university. نحن نذهب إلى المستشفى. The hospital. نحن نذهب إلى المدرسة 5 أيام. We go to school 5 days. 5. Let's learn the numbers from 1 to 10. 1 1. 2 2. 3 3. 4 4. 5 5. ستة ستة. سبعة سبعة. ثمانية ثمانية. تسعة تسعة. عشرة عشرة. 1 2
ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء. يوم السبت، السبت ساتردي، الأحد ساندي، الاثنين ماندي، الثلاثاء تيوزداي، الأربعاء وينزداي. يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء. These verbs are conjugated with the first person plural نحن. نحن نقرأ، نحن نقرأ، we read، ونكتب، write، ونرسم، draw، ونلعب and play. نحن نقرأ ونكتب ونرسم ونلعب. We read, write, draw and play. The conjugation of the present tense verb with أنا ونحن, I and we. أنا أقرأ, I read. نحن نقرأ, we read. أنا أكتب, I write. نحن نكتب, we write. أنا أرسم, I draw. نحن نرسم, we draw. أنا ألعب, I play. نحن نلعب, we play. ويوم الخميس والجمعة عطلة أسبوعية. ويوم الخميس والجمعة، الخميس Thursday and الجمعة is Friday. عطلة أسبوعية weekend. Weekend عطلة أسبوعية. In the weekend, في العطلة الأسبوعية نزور الأقارب والأصدقاء. نزور الأقارب والأصدقاء. We visit relatives and friends. الأقارب والأصدقاء. الأصدقاء friends plural, singular is صديق. المفرد صديق. نزور. نحن نزور. نحن نزور. We. أنا أزور. I. زارا. Past tense. زارا. He visited. زارا. Present tense. يزور. He visits. يزور. المصدر is زيارة. زيارة. زارا. يزور. زيارة. مصدر verb noun زيارة. نحن نحافظ على الوقت. نحن نحافظ على الوقت. We take care of our time. It means we don't waste time. نحن نحافظ. نحن نحافظ. أنا I أحافظ. الفعل الماضي حافظ past tense. حافظ present tense. يحافظ المصدر is محافظة. محافظة or حفاظا. حافظ يحافظ محافظة. نحن نحافظ على الوقت. We take care of our time.
نحل الواجبات المدرسية. We do our school homework. نحل الواجبات المدرسية. نحن نحل. أنا أحل. نحن نحل. أنا أحل. حل past tense, present tense. يحل المصدر is حلا. حل يحل حلا. نحل الواجبات المدرسية. We do our school homework. وننظم أعمالنا كل يوم. And we organize our work every day. ننظم present tense verb. نحن ننظم. Conjugation with أنا. أنا أنظم. ننظم الفعل الماضي past tense. نظم present tense. ينظم مصدر تنظيما. نظم ينظم تنظيما. وننظم أعمالنا كل يوم. We organize our work every day. أعمالنا نا at the end of أعمال attached pronoun means our work. أعمالنا our work. وننظم أعمالنا كل يوم. And we organize our work every day. Thank you for watching. Till the next video, like, subscribe, share and follow my Arabic journey with Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إلى اللقاء.